أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوالف. سالفتنا اللي بسمعكم إياها الليلة سالفة حصلت على وزير في عصر ملك من الملوك في العصور القديمة، يعني قبل 300 سنة 400 سنة. والوزير هذا كان عنده كلمة مستحبة عند الجميع، وهو كان يكررها دائما. أي شيء يحدث له أو أي شيء يحدث يقول الخيرة فيما اختارها الله، وكان يكررها دائما. فمن كثر تكرارها كان الملك شوي صار يتضايق، قال يعني جيب لي كلمة غيرها، يعني جيب لي غيرها، ما هو بلازم هي تكررها دائم. قال والله أنا من نشيت وأنا ولد دائما أي شيء يحدث لي أقول الخيرة فيما اختارها الله. قال طيب جيبها بس بصيغة ثانية. قال لا ما راح أبدلها، الخيرة فيما اختارها الله، هذا اعتقادي وهذا هو الصحيح. لكن الملك كأنه شوي يتضايق منها، لكن الوزير ماشي على كلمته ما بدلها. كل ما يحدث شيء الخيرة فيما اختارها الله. فالملك خلاه على كيفه، خلاص ما دام انه مختارها ويحبها خلاص. في يوم من الايام قال ان الملك كان في طرف بستانه وكان عنده تفاح، والتفاح كان يسمى قديما كان يسمى فاكهة الملوك، لأنه ما كان يحصلون عليه الناس كلهم، ما كان متوفر. كم أما لقلة يعني ما كان موجود متوفر، أو أن الناس ما يقدرون يشترونه لغلاء، وكانوا الناس في الأزمنة القديمة ما يقدرون يشترون الأشياء الكماليات، يا الله يشترون أشياء يسدون بها رمق الجوع، فما بالك أنهم يروحون يشترون تفاح أو أنهم يحصلون عليه. فكان ما يوجد إلا عند الناس المقتدرين الكبار، ولذلك كان يسمى فاكهة الملوك. في يوم من الأيام والوزير كان في بيته، هو دائما يصبح الملك، لكن مثل ما قال الوزير حنا نقول بعد الخيرة فيما اختارها الله. فكان متأخر في بيته، والملك طلع برا سكنه اللي هو فيه قصره وبيته، وجاء عند جنب البستان وجاب له المزارع تفاح. فمن الشبعة هو يعني ما هو بجايع، لكن كان يحب يتلذذ بالفاكهة، فطلب سكين، فجابوا له سكين حاد، سكين كالنموس يعني يبغونه يقطع يعني على شوي شوي ياكل. والتفاحة من الفواكه الجامدة شوي، يعني تبقي لها يعني مهي بلينة. فخذ السكين وهو والتفاحة في يده، فراح يبغي يقطع من التفاحة، فكانها زلت شوية من التفاحة على رأس إصبعه والسكين حاد، فراح ضرب على سبابته اليمنى على رأس الإصبع السبابة اليمنى، وراح غرزت السكين في إصبعه إلى العظم من حدها، لأنه كان ضغط قوي، فزلت من التفاحة وجات على إصبعه فقطعت الإصبع، سوت جرح عميق في الإصبع. فنادى على الخدم وجاء وجاوه، يوم جاوا ولا الدم وجابوا الطبيب ووقف الدم، وجاء ولا الحمى كلها الفوقية اللي فوق الإصبع شالها السكين كاملة، ما بقى لها العظم اللي تحتها. فجاء وردها محلها وعالجها ولوث عليها خلق اللي عنده، لكن ان الجرح الاصبع اذا انجرحت خصوصا مثل جرح عميق حتى لو تخيط لكنه يبين مكان الصواب حتى لو بعد بلده معروف هذا. فاجى الوزير متاخر وعلموه قبل لا يدخل، قالوا له ترى الملك صار له كذا وصار له كذا. فجاء ودخل عليه، يوم دخل عليه وشافه قال له اسمع قبل لا تقول شيء، أنا أصبعي انقطعت، لا تقول الخيرة فيما اختارها الله،
قال لا أقول الخيرة فيما اختارها الله. قال بعد إصبعي مقطوعة ومنجرح ولنت وما كنت موجود، والحين تقول الخيرة فيما اختارها الله إصبعي انقطعت. شيلوه للسجن، شلوه الجنود وودوه للسجن. وهو ماشي شلينا للسجن، قالوا أنتم موديني للسجن الحين الخيرة فيما اختارها الله. قال والله إن الإنسان هذا أنا اخترت معه، حتى هو مروح للسجن يقول الخيرة فيما اختارها الله، يعني ما أخذها نوع من الاستهتار. راح الوزير وسجنوه، حطوه في السجن، زعلان عليه الملك. الملك هذا كان راعي صيد، يحب الصيد ويحب المقانيص، وكان دائما يقنص ما يروح معه إلا الوزير، يعني ما يحب أنه يكون معه رفقة، يحب أنه يستمتع بروحه، يصيد الصيد وهذا ويأخذ حريته، ما حد يساعده، هو فارس أصلا. وكان ما يروح معاه إلا الوزير بس على أساس رفقة الوزير، وهو أصلا اللي مربيه، كان مع والده وهو اللي مربيه، يعني عقب ما جاء عقب ما صار ملك. لكنه في السجن ما رافق مع أحد، ركب حصانه وخذ الكنانة، كنانة الأسهم ورمحه وسيفه، وركب على حصانه وتوكل على الله. وتخبرون الواحد إلى سرح من الصبح وطول في المقناص طول النهار، يبعد به خصوصا القانص، القانص لأي شيء، لأنه يلهى في المقناص فتبعد عليه المسافة بدون ما يدري. وجاه وقت العصر وهو عاد على وجهه صايد له ظبيا واحد ومعلقه على الحصان من وراء، والله ما وعى له داخل ذيك قطع مسافة منطقته اللي هو فيها، والله ما شاف له داخل إلا في غابة، وغابة فيها أشجار وفيها، ما وعى إلا رياجيل طالعين عليه محاوطينه برماح، وقف وقف ما عاد له يتخلص منهم، ما يقدر. أشروا عليه حتى ما يعرفون كلامه، ما يعرفون يتكلمون معه، لهم رطينة رقيق. حول الرجال، يوم حول ملثمين ومعهم رماح، حول الرجال ويقوم عليه ذاك الواحد ويدير كتافه وحط يديه ورا ظهره وربطها وغموا عيونه وساروا يقودونه قود مشي، يديه مربطة وعيونه مغمى. مشى الرجال، والله ما وعى لا يوم غمزه الرجال اللي يقوده يقول هجلس، فيجلس الرجال على ركبه ويفتحون عيونه ويديه مربطة. يوم فتح عيونه ولا ذاك الرجال جالس قدامه على مصطبة حجر كبير، ولا رجال هيبة ظاهر انه شاف له ناس جالسين من يمينه ومن يسره، عرف انه كبير من جماعة الدولة، ويقوموا يتمتمون على بعض كلاما ما فهمه، ويقوموا يشلونه ويدخلونه في ذاك المكان مثل ما تقول شبك، ويحطونه ويحطون عنده ذاك الماء ويحطون عنده شوي أكل في 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 صحن، ويخلونه مربطين نرجيله، فكوا يديه وفكوا اللي على عيونه وحطوا في رجيله سلاسل، سلسلة ربطوه بسلسلة على أساس أنه ما يضرب هذا، لأن الشبك مثل ما تقول من خشب وما شابه ذلك، فخافوا أنه يضربه، فسلسلوا رجيله وربطوه في الأرض قريبا منه كأنك رابط لك مطية. فيوم جاء بكرة الصباح ولاهم جايينه، وقومون يشلونه وهو بقيده، مخلينه بقيده يمشي بالسلاسل. ويجون يوم جاء شاف ثم لاي الرجال اللي شافه أمس اللي على المصطبة اللي على حصاة كبيرة، ولهم شالينه مثل الميت اللي يشلونه في نعش، لكنه جالس عرف انه كبيرهم، والناس يمشون من يمنه ومن يسره، ناس واجد وحريم وبزران، وهو الرجال رفيق نادى الملك يقودونه قدامهم، الرجال قدامهم ذا كبيرهم ذا وهو يمشي وراه، والناس دول الجنود حواليه.
إلين جابوه قدام ذاك الصنم، صنم في عرض جبل، ويجيبونه في عرض الجبل ويجلسونه، ويجيبون ذاك الرجال طبيب يفحص. يوم جاء عند الرجال ويجيك قلبه، هو عرفه أنه طبيب من قلابه له، شوف عيونه ويشوف أذنيه ويشوف راسه ويديه ورجيله ويقلبه، مثل ما تقلب لك ذبيحة تبغي تنحرها أضحية في عيد الأضحى، إنها ما هي بناقصة من شيء. فقام الطبيب وجاء عند إصبعه، يوم جاء عند إصبعه ثم لا يصبعه ملوثة عليها خلق، ويقوم يفتح الخلق ويلقى الصواب، صواب السكين، ويقوم يتمتم على الملك بكلامه، كلامهم الرجال اللي عندهم هذا كبيرهم، يكلمه الدكتور بكلام ما فهمه، ويقوم يشلونه ويروحونه لحصانه ويفكونه ويركب حصانه ويرخصونه، أشروا عليه رح، ويركب حصانه ويتوكل على الله. يوم جاء في طرفهم طلع من حدودهم ويحصل ذاك الرجال ويسأله عن العالم اللي هنا، دولة أهل الغابة ذي اللي فيها وش سالفتهم، قال هم امسكوك لي، قالوا وش سووا لك، ويعلمه بكل شيء، قال لقوا فيك عذروب، قال لي والله ضربت سكي في إصبعي، قال لي هذا كانوا بينحرونك قربان للصنم اللي عندهم هذا يعبدونه، ويوم لقوا فيك الخلل هذا فكوك، فأحمد الله على السلامة كأنك مولود من جديد. ويروح للبلاد، ويوم وصل مكانه وقصره قال جيبوا لي الوزير، طلعوه من السجن وجيبوا لي. أول ما شافه كذا وهو داخل قبل لا يتكلم شيء ولا يقول السلام عليكم، قال أقول يا وزير الخيرة فيما اختارها الله، تعال يا وزير. ويجي وهو يضحك وش السالفة، ويعلمه بالسالفة كلها. قال شفت يا أبو فلان أن الخيرة فيما اختارها الله، أن لو أن السكين ما ضربت على يدك وكان فيه الخلل ذا في إصبعك كان أصبحت من صيد أمس، كان ذا بحينك دول القوم، لكن دائما يردد الإنسان أن الخيرة فيما اختارها الله. هذه السالفة اللي حبينا نسمعكم إياها الليلة، أرجو أنها أصلحت لكم وكانت وجبناها بالشكل المطلوب، وإلى سالفة أخرى وحلقة أخرى، ومع السلامة.